اهلا وسهلا من جديد مشاهدينا، نكمل المشوار الصباحي شروق الحي عبر نبضنا المباشر. طبعا زي ما عارفين انه السيول والامطار هي اثرت تاثير سلبي كبير جدا على الحياه عموما، الحياه السودانيه والحياه كمان المعيشيه، لانه نحن دائما بنبني قصاد السيول، اماكن السيول اللي هو سيل ما بغير مجراه اصلا، او القرب من مناطق النيل، لانه ازدياد مناسيب النيل ممكن برضه تاثر سلبا على المناطق المجاوره بالنسبه للنيل. غير كده في مناطق كثيره جدا في السودان والله خريف فاجئ، خريف ما بيفاجئ، عنده موسم معين وقت معين الناس تستعد له من بدري، الحكومه الجهات المختصه تضافر المنظمات بتاعت المجتمع المدني عشان نتلافى كل التفاصيل ممكن تحدث والاثار المترتبه بعد ذلك. من دور المسؤولية المجتمعية لأي جسم كان، سواء كان اتحاد، منظمة أو أجهزة الدولة الرسمية أو الغير الرسمية، أنه تقدم يد العون، وبرضه كمان مسؤولية المجتمعية تجاه المواطن عكس الصورة الحقيقية بالنسبة لمعاناة المواطن الكريم. رئيس اللجنة التمهيدية للاتحاد العام للساقة والمعدنين أستاذ محمد إبراهيم تبيدي، حنتكلم اليوم عن مبادرة وطننا لدعم متضرري السيول والأمطار، المأمول شنو خلال الفترة دي والغوافل اللي سيرت واللي حتسير كمان بالنسبة للمناطق المتضررة. أهلا وسهلا، صباح الخير. يا مرحبا بكم وصباح النور عليكم وعلى مشاهدي قناة الشروق، ونشكركم لتحتوا لنا الفرصة دي لمبادرة وطننا. في البدء بحيي شهداء ثورتنا الأماجد، وبتمنى للجرحى الشفاء العاجل، وبحيي الشباب السوداني كافة للجهود وللعمل في المبادرات ولتقديم شيء للسودان بصورة وطنية. مبادرة وطننا هي والله فكرة من الأخوان في اللجنة التمهيدية، ويعني دابت اللجنة التمهيدية للاتحاد في تقديم مبادرات من نفس النوعية والكيفية لكن في اتجاهات مختلفة. فالحس الوطني وهمنا على وضع السودان يعني في الفتره بتاعت الخريف والامطار والسيول، انه نقدر نقدم حاجه لاهلنا المتضررين، وان شاء الله يعني نحن بنقول دي ضربه بدايه، ونقدر نقدم يعني كل ما نستطيع من مواد صحيه، مواد تموينيه، لحد ان شاء الله ما الفتره بتاعت الخريف تنتهي، وبنتمنى يعني تكون امطار خير وبركه. نعم ان شاء الله على الجميع ان شاء الله. استاذ محمد، لما نقول مبادره معناه في دعم، هيكون نفسي اولا يسبق. نعم. الدعم التعليم المادي او غيره. ايوه. معناها انتم بتصلوا لغايه مكان لما كان فيه ضرر جراء السيول والامطار وغيره. نعم. المعلومه اللي فاهم انتم هي هدف شو النيل الابيض، يعني. نعم. الغافله مسير النيل الابيض. نعم. عايزين نعرف، يعني انت ذكرت بعض الاشياء سريعا، مواد تموينية وغيره، عايزين نعرف القافلة بتحتوي على شو تحديدا، ويعني الكمية يعني المتوقعة من القافلة كم، أو يعني العدد يعني الكم، باعتبار انه السيول والأمطار دمرت منازل وبيوت وشوارع وغيره، المتضررين محتاجين لفترة طويلة جدا عشان ما يرمموا الجرح الكبير اللي حصل لهم النفسي، وحتى بالنسبة لهم فقدوا منازلهم وشوارعهم وغيره. طيب نحن تواصلنا مع الولاية عموما، والحاجات اللي بتحصل سريع دي هي كلها بتكون إزعافية مؤقتة أكيد طبعا للوضع الحاصل وكده، لكن نحن يعني بنتمنى إنه الوضع اللي قدام يكون في تغيير بالنسبة للبنية التحتية للمناطق المتضررة. يعني ده الشيء نحن بنشوف إنه أي مشكلة مفروض تتحل حل جذري. فالولاية حاليا حتقدم نظام خيم إنه يكون قاعدين فيها المتضررين. نحن مساهمتنا ومساعدتنا بتكون مساعدة أول حاجة صحية، ليه؟ لأنه بكون في أمراض مياه راكدة، بيكون في كثير من الأمراض. الحاجة الثانية وبرضه هي المهمة، إنه نقدم مواد غذائية تقعد لفترة، بالإضافة للتوعية، فدي دي دي ده مضمون أساسي. الحاجة اللي حتتحرك لجوز عوض الله إن شاء الله. طيب جميل. نحن في فترة بنحتاج لأي دعم من كان، لأنه يعني الدولة ما بتسع إنه تنفذ كل المشاريع. بالضبط. تضافروا مع منظمات المجتمع المدني والأشخاص الخيرين ممكن يضيفوا برضه ويشكلوا لحمة واحدة كده. الشراكة بتاعت الاتحاد
المعدنين، الاتحاد العام لصاغ المعدنين، يعني هل الجسم ده هو اللي قدم المبادرة دي ولا في شراكة أخرى مع جهات أو اتحادات ثانية؟ اللجنة التمهيدية هي البادرة بالمبادرة، ويتحركنا على أساس أنه يكون في يعني تلاقح ما بيننا ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. من هنا أنا بشكر وزير الأوقاف الأستاذ نصر الدين مفتح، رجل يعني بغمط وطن، ورجل يعني بيحمل هم كبير وفي معدته كثير جدا يقدمه للبلد، فوقف معانا وقفة عملية فعلية. احنا قابلناه من أول مرة، ومن أول مرة طوالي ساهم معانا بمعينات بكم من الكراسي المتحركة، بكم من الملايات مواد الإيواء اللي هي مواد الإيواء دي، وأيضا مساهمة معنوية. نحن بجد نشكره جدا، وهو بنعتبر أنه هذه الغافلة برعايته، برعاية وزارة الأوقاف. باقي الأشياء هي قامت بها اللجنة التمهيدية، واللجنة التمهيدية أنا برضو أزيدكم علم، هي يعني دماء وليها مبادرة كانت موجودة خلال جائحة كورونا، في إنها برضو قدمت مبادرات غذائية، مبادرات في التعقيم، في توزيع المعقمات والكمامات، وتعقيم بعض المناطق على حسب الإمكانيات المحدودة يعني. مع المواطن كل ما جد جديد يعني. أكيد طبعا ما في شك. نعم جميل. أستاذ محمد، في بداية حديثك أنت اترحمت على شهداء الثورة السودانية. نعم. حييت شباب الثورة المجيدة. نعم. باعتبار أن دورهم مهم جدا، هم ركيزة أساسية شك. وعكازة في البلد. نعم. طيب دوركم أنتم من خلال المبادرة في صنع ملحمة وطنية، يعني لبناء وطن من جديد بعزيمة من حديد. نحن نتكلم عن أنه وطن حاليا يعني ما عايزين نقول أنه طري أو لين أو غيره، لا احنا عايزين إنه السودان الجديد يكون سودان من حديد قوي. نعم. بشباب وكده. نعم. فالشباب الآن حاليا ممكن يكون محبط. نعم. يعني بسبب كثير من الظروف. نعم. وجراء الأمطار والسيول كذلك في المنطقة. دوركم شنو انتوا عشان ما تدعموا الشباب بصورة إيجابية أكبر لبناء سودان جديد؟ أنا أول حاجة الليلة هو اليوم العالمي للشباب في 12 أغسطس. أنا بحيي من عبركم شباب كل شباب السودان، وبجد بجد الشباب السوداني يعني عاوز يقدم الكثير، يقدم الكثير يعني. هو حاول خلال فترة النظام البائد انه يقدم وانه يفرض نفسه، لكن للأسف كان ما في فرص. لكن انا بقول حاليا انه الشباب يعني بيحملوا الكثير، وجواهم خير كثير، وجواهم طاقة إيجابية عالية جدا جدا، انه يقدروا يقدموا في كل الاتجاهات. برضو بحيي شباب المقاومة، بحيي لجان التغيير والخدمات، برضو همهم العالي في انه ينظفوا الولاية، انه ينظموا موضوع الخبز والمحروقات عموما يعني. فان شاء الله نحن يعني زي ما بيقولوا نحن عزيمتنا ان شاء الله ما حت يعني تتغير رغم الظروف. نحن عشنا ظروف أسوأ من الظروف الحاليه، وممكن نقول يعني ضد الضريبه للفتره الانتقاليه. هي فتره حتكون عصيبه جدا، حتكون فتره مليئه بالاحباط ومليئه بالشكوك وبالظنون، لكن حنظل انه نقاتل لغاية إن شاء الله البلد دي ما تطلع لي برا الأمان. جميل. محمد، دينا ذكرت إنه المبادرة أو الغافلة اللي حتسير حتمشي لولاية النيل الأبيض. نعم. بالتحديد القطينة جوز عوض الله. طيب، في مشاهدين بتابعون الآن وتأثروا كثير جدا جراء السيول والأمطار، يعني مبادرة واحدة ما بتقدر تفي احتياجات وطن بأكمله، لكن نعم. ممكن تكون بداية طيبة لبقية مبادرات بتابعون الآن على قناة الشروق. هل عندكم عمل ميداني يعني بيشوفوا المناطق الأكثر ضررا حتى إنه تقدموا لها كل المعينات ومواد الإيواء؟ والله نحن هسه حاليا بنقول دي ضربه البدايه، ونحن والله في بالنا الكثير. يعني خصوصيه بالتحديد خصوصيه اني لبت في اختيار جوز عوض الله. نحن جوز عوض الله والله حاله انسانيه يعني، تاثرنا جدا بالمقاطع اللي شفناها. عندنا اخونا من هنا برضه بشكر علي يوسف تبيدي، رجل بقامه وطن ورجل جميل جدا، يعني لما شاف الفيديو يعني وصلوا له اخواننا في جوز عوض الله.
فنحن حنعمم ان شاء الله المبادره، نحن حنحاول انه نتحرك لمناطق ثانيه، بنشوف المناطق المحتاجه والمتضرره اكثر يعني من غيرها، وبنتصل بالولايات نشوف انهم حيقدموا حاجه، ونشوف الحاجه اللي عندنا نحن، مع العلم انه نحن المبادرات دي هي يعني بصوره ذاتيه، يعني نحن بنجيب برانا وبنحاول انه نقدم حاجه نشرك. يعني انه الوقت ده مفروض كل الراسماليه بجد انها تساهم بجد في بناء السودان. يعني السودان ادى الناس كثير جدا والله، فالسودان حاليا محتاج لانه يتبني من جديد، ومحتاج لمساهمه الكل في انه يقدم حاجه للبلد. نعم. يعني والمبادره دي بتبقى ان هي اول الغيث قطره، اول الغيث قطره بالضبط. طيب نعم. ماذا عن دعم المعدنين للمتضررين من السيول الأمطار؟ والله في الدعم جاري، يعني يمكن الفكره ذاتها بتاعت انه القطاع انه يكون بيشتغل في حاجات خارج القطاع دي شويه جديده، لكن نحن بنوري الناس بنوريهم انه دي دائما اعمال خير يعني، ولازم الناس تقدر تساهم فيها، تقدر تستقطع من بعض أموالها لأنه تقدم حاجة للبلد. فيعني الحمد لله الناس بترحب بالأفكار، والناس بتساند يعني بتجيب. بما أنه تكلمنا عن المعدنين، كان في إشارة في ولاية نهر النيل بالتحديد، لأنه السيول اللي يعني اللي اجتاحت ولاية نهر النيل والولاية الشمالية كانت كبيرة جدا، تأثير مناسب النيل أيضا على بقية الأنهار. طيب نتكلم عن الجسر الجوي اللي أنتم حملتوه بالنسبة للمعدنين التقليديين يعني خارج دائرة التعدين الحديث. نعم. كذلك كان في اتصال مع نهر النيل مع غرفة الطوارئ، وتم اللي هو فتح الجسر الجوي ل2000 معدن موجودين في المنطقة، وبالمواد برضو مواد اللي بدعينهم على انه مواد صحية ومواد غذائية. ونحن لسه يعني متابعين الوضع، ومتابعين انه يكونوا في امن لحد ما هذه السيول. لكن السؤال تنتهي. حتى تنتهي يعني السؤال، هل الامطار اللي اثرت سلبا على مناطق التعدين ممكن تؤثر بصوره او بشبه انه صوره حقيقيه على طريقه التعدين؟ يعني عموما الخريف بياثر على التعدين. عموما ليه؟ لانه التعدين في ابار تتحفر، لما نيجي خريف او تجي سيول بتملى الابار، والفترة الخريف بالنسبه للذهب اللي تاج فيها بكون قليل. عشان كده انا قبل قلت لك انه نحن بنفكر انه كيف نحد من موضوع السيول والامطار، انه الناس تقدر يعني ما تتضرر والعمل ما يقيف يكون ماشي. ده اللي هو ان شاء الله حنقعد مع وزاره التعدين ومع الشركه السودانيه المعدنين، وان شاء الله حيكون حنشتغل في الموضوع ده كثير جدا جدا، على اساس انه الانتاج يكون منساب وما في شيء ما يقف ما يتاثر بالضبط كده ان شاء الله. طيب بالنسبه للقافله، هل هي سيرت الان؟ القافله ان شاء الله يوم السبت تتحرك ان شاء الله صباح السبت. وانا عبركم برضو بقدم دعوه والله لكل زول داير يشارك داير يتحرك معانا. يعني هي قافله فيها دكاتره، وفيها عياده متحركه، فيها صيدليه متحركه، فيها المعينات اللي ذكرناها. و مدتها كم؟ والله حتكون يوم السبت، يعني اليوم كله حنكون متواجدين في جوز عوض الله ان شاء الله. جميل. طيب استاذ محمد، ذكرت انه مواعين الدوله ما بتسع لتنفيذ مشاريع، والدوله الان هي بتعاني معاناة حقيقية في الجانب الاقتصادي. نعم. حتى في الجانب الطبي، المعدات الطبية، الهيكل عموما بتاع البناء يعني في مستشفياتنا أو المراكز الصحية المتهالكة على مدى كل ولايات السودان. فعايز أشوف شكل التنسيق ما بينكم أنتم كاتحاد وشركاء الاتجاه الحقيقي بالنسبة للحكومة. شنو بيقدر تقدم الحكومة بتقدموه أنتم عشان الدعم يكون متكامل أو يوفر لجهات ثانية؟ والله نحن شوف بنقول حاجة، بنقول الحكومة دي حكومتنا. الحكومة الحالية موجودة دي حكومتنا، ونحن لما مشينا قابلنا مفرح قلنا له والله يا أخي نحن دي المدنية دارينا، إنه نقابل أي وزير في أي وقت نحن دارينا ونبص له المشاكل والحاجات الحاصلة. فنحن بقدر الإمكان بنحاول إنه نشرك
الحكومة في أي يعني أي إشكالية أو أي حاجة متعلقة مثلا بصحة المواطن أو بضرر المواطن. فنحن بنتحرك في كل الاتجاهات، بنتحرك يعني بنخترق كل المسؤولين على أساس أنه نقدر نقدم حاجة. وأنا من هنا برضو بناشد أستاذ علينا الشيخ ووزيرة الرعاية الاجتماعية، أي بقول أنه يعني مفروض يتم تسريع إجازة قوانين النقابات. النقابات يعني ظلت حبيسة قوانين لزمن طويل، فلازم أنه تتفعل القوانين وتجاز من رئيس الوزراء لكي تقدر تقدم النقابات العمل المنوط بها، لأنها بتساهم في العمل المجتمعي بصورة كبيرة وبيكون في تلاقح ما بين الاتحادات المختلفة. نعم. احنا شكرا لك كثير جدا محمد ابراهيم تبيدي، رئيس اللجنة التمهيدية للاتحاد العام للصاغة والمعدنين، مبادرة وطننا لدعم متضرري السيول والامطار بولاية النيل الابيض. شكرا جميلا لك، نتمنى لكم التوفيق. اللهم امين. وان شاء الله تكون دي البداية، يعني زي ما ذكرت لك قبل ثاني وبكرر. نعم. انه اول الغيث قطرة. ان شاء الله. شكرا. نتمنى ذلك. شكرا لكم كثير. الله يتحدكم الفرصة. الله يخليك. الله يسلمك.